كوكو بنات كدايرين لاباس عليكم داير مع صحيحه اخباركم ايام ولادكم العائله ديالكم نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اليوم الفيديو مغاير تماما على الروتينات على الكوزينه واخا انا في الكوزينه اللي فيه شي بلي راه فيه لا انا الكوزينه هنايا باش من تكون هنا الاضاءه شويه باينه على الهيئه الداخل مهم كيف ما قلت لكم بعيدا على الروتينات اللي ما شاء الله هذا الفيديو هذا غنحطو لكم ما فيه لا روتين لا حتى شي حاجه الروتين اللي غادي ندير العنايه بالبشره كيف ما كتعرفوا حنا العيالات يعني تماره وكوزينه وخصوصا في هذا الشهر الفاضل ما كنخرجوش من الكوزينه نهائيا فلذا كنسوى قيد راسنا بغيتكم البنات كلكم تعطوا يعني واحد الوقت لراسكم سواء في البشره سواء في الشعر سواء في الجسم ديالكم المهم اي حاجه اللي نتوما باغيينها فضروري ضروري العنايه بها انايا صراحه كيف ما كتعرفوا انايا تندير كريم دو جور او كريم دو نوي ديال طوبي كريم على حساب الكلف والحمد لله يعني اللي متبعني و يعني وعارفني يعني غادي يشوف يعني قبل ما نولد يعني قبل ما نحمل وجهي كي كان يعني كان صافي ما فيه حتى شي طاش وفاش حملت يعني ناضي الكلف هنايا وداك الشيء صافي من بعد ملي ولدت وداك الشيء وليت كندير هاد الطوبي كريم اللي صراحه هو زوين وهو ما غاديش نهضر عليه اليوم ولكن كنقول لكم شنو كندير من موراها وليت كندير واحد الماسك كما قلت لكم جاني ماسك غراتوي جاتو ليا اختي نبيله جاب ليا دو ماسك جربتهم كندير واحد في الاسبوع هي صراحه قالت لي ديري جوج في الاسبوع ولكن درت انا واحد في الاسبوع باش اذا كان الى عجبني غادي زعما نكمل فيه وفعلا عطاني واحد النتيجه اللي هي واحد النتيجه زوينه مرضيه وكنتمنى حتى نتوما البنات يعني تستعملوه راه صراحه راه زوين بزاف انا ما بغيتش نديرو يعني ما بغيتش نبارطاجي معكم يعني حتى نشوف النتيجه ديالو باش المره الاولى والمره الثانيه المره الثالثه جابوا لي نيت راجلي من البارافارماسي وليت كندخلو مع التقديه ديال السلعه يعني شاك سيمين يعني خاصني ضروري انا هاد لو ماسك هذا وصراحه والثمن ديالو ريزونابل ما كاينش ماشي غالي ولا شي حاجه يعني ب 37 درهم وجهك غادي يرجع هكا مرايا انا ماشي عكس لي برودوي لي غاليين وهذا وهذا تتجيب لي بعض المرات اختي هاد لي برودوي ولكن الدوام هذا انا ماشي بالاستطاعه ديالي مثلا غادي نشري كريم ولا سيروم ولا شي حاجه غادي نشري ب 600 و 800 درهم ملي غادي تجيبوا لي اختي مثلا هاد المره الجايه خاصني عاوتاني زعما ناخذ انا يعني خاص اش غادي نقول لكم نمشي على قدي نمشي على قدي كتجيني شي حاجه غاتوي راني كنديرها ما كنمشي عليها ما كتجينيش وليت كناخد هاد الماسك هذا صراحه وان ميا وجهي بزاف 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 تعطي واحد ليكلا في الوجه كيحيد لي طاش كيحيد كيوحد اللون ديال البشره واهم اهم 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 حاجه في واحد الماده ديال الكولاجين اللي خاصنا حنا العيال ضروري نديرو هاد الماده هادي يعني ضروري خاصها تكون في الوجه ديالنا على حسب دوك التجاعيد الصغيورين يلاه كيبانو ماشي حتى تيكبرو مي اللي عندها التجاعيد باينين بزاف ماشي انا كنقول ما ديرش هاد لو ماسك هذا ولكن ديرو راه كيقلل من دوك التجاعيد بالنسبه لينا حنايا في اللاج ديالنا باقي ما كاين لا تجاعيد لا حتى شي حاجه من الاحسن الواحد يبدا هادشي على بكري يعني حنا راه غاديين وكنتزادوا في العمر ماشي غاديين يعني غاديين تبارك الله كنتزادوا في العمر ماشي غاديين وكننقصوا يعني ضروري التجاعيد ضروري دوك الخطوط يعني بزاف ديال الحوايج واهم عاوتاني حاجه في هذا الماسك هذا زوين بزاف الا فيكم شي خبشه الله يستر شي سيكاتريس مهم شي حاجه بحال هكا راه كيحيدها تماما وفعلا راه زوين بزاف كيف ما قلت لكم كاين لو ماسك كيدير 37 درهم وكاين السيروم ديالو اللي كيدير واقيلا واش 500 درهم ولا 550 درهم هذا كيدير على باز مكياج مهم هذاك راه زوين بزاف مي انا كناخذ ما كنديرش مكياج بزاف بزاف ديال الحوايج كناخذ انا هذا الماسك هذا الله يجعل شي بهرقه 37 درهم في السيمانه كافيه يعني
مهم شنو هو هذا المكون هذا؟ شنو هو هذا الماسك هذا؟ هو هذا اللعاب ديال الحلزون، راه معروف وراه داير ضجه دابا في مواقع التواصل، راه زوين زوين بزاف. راه ديجا كنت شاركته معكم في واحد التقضيه كان جاب لي راجلي، كنت شاركته معكم ودرته لثالث مره. دابا هذه المره الرابعه اللي غادي نديرو، وكنت دخلت عندي شوف لي واش من بيم. لا ماشي من بيم، غير هو كان جاب ديك الساعه كنتقدم من بيم وكارفور، وجاب لي هذا من باغا فارماسي. هذا البنات من باغا فارماسي كيدير 37 درهم. عاوتاني شوفوا كل بارا وشحال داير. المهم انا كناخذو ب 37 درهم، فسولت عليه نبيلة اختي قالت لي حتى هما تيبيعوا بنفس الثمن 37 درهم. المهم انا غادي نجربو قدامكم. بالنسبه لبعد الماسك، يعني قبل ما يدار خاصها تكون البشره نقيه 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 100% وما فيها حتى شي حاجه، ما فيها لا مكياج لا فون دو تا لا كريم لا حتى شي حاجه، يعني تكون البشره مغسوله مزيان. وملي كيتحل هذا مباشره كيدار في الوجه، راه ما كيدارش زعما تتحلو وتبقاو تسناو، يعني مباشره يدار في الوجه. وملي كيدار ما خاصكمش تهضروا نهائيا، انا نهضر معكم بالزيزونيه ما تهضروش ما تهضروش نهائيا. مهم انا واحد الحاجه كنديرها قبل ما كندير هكا شي ماسك ولا شي حاجه، اهم اهم حاجه وتهلي زوينه اللي هي بزاف، انا نخليكم معايا. ها هما ديرو كونجيراتور هادو البنات، هادو مكعبات ديال الخيار. شدي الخيار كنحكو، وكان فاش نبغي ندير هكا شي ماسك قبل ما ندير الماسك كنديرو، ومن مورا فاش كندير الماسك عاوتاني كنديرو. علاش؟ كيف ما قلت لكم كيساعد على يعني كيحرك الدوره الدمويه ديال الوجه، يعني كيخلي الوجه الا درت داك الماسك دوك المسامات كيتحلوا. ملي كندير داك الماسك داك لو برودوي كيدخل لداخل، يعني كيعطيني واحد النتيجه، يعني كيعطي واحد المفعول. فهاد الخطوه هذه ضروري البنات ما ديروها، زعما راه زوينه بزاف. الا ما بقيتوش ديروا الخيار ديروا غير لي غلاسون، ديروا غير الماء في هذيك اللعيبه ديال لي غلاسون صافي، وخلاتها تجمد. وقبل ما ديروها قبل ما ديروا الماسك ديروها، ومن بعد ما تسالوا الماسك ديروها عاوتاني. ولكن بما ان الخيار تبارك الله راه موجود ورخيص، ويعني حتى هو كيعطي واحد لكله للوجه ومزيان هذا للساغر وداك الشيء، فانا كنديرو صراحه زوين بزاف. انا غادي ناخذ دابا واحد الموكسو قدامكم وغادي نديرو، غادي ندورو على وجهي مزيان مزيان. من بعد فاش كديرو هاد الماسك ديال لي غلاسون كديرو في شي بواط بحال هكا باش ما يبقاش يدخل ليه الهواء ديال الثلاجه. المهم انا غادي نبدا معكم. كيف ما كتشوفوا البنات، انا شديت هذا البوكسو يعني دورته على وجهي كامل، يعني واخا تشوفوا داك الاحمرار اللي في الوجه ولا شي حاجه ما تخافوا من حتى شي حاجه، هذيك راه غير السيركيلاسيون ديال لو سون، يعني الدوره الدمويه ديال الوجه يعني كتحرك يعني كتخدم. صافي من بعد غادي ناخذ واحد بابي سيرفيات هكا صافي، وغادي نحيد غير داك الماء ماشي مشكل دوك صافي، نحيد غير الماء بحال هكا. وتقدروا ديروا فوق عينيكم تحت عينيكم، راه مخير. واخا ديروا لا ماسك لا والو البنات، هاد لي موكسو هادو ديال الخيار راه واعرين بالنسبه للي عندهم لي ساغن هكا، اللي عندهم ساغن تحت العين دوك شي، راه الخيار اصلا راه زوين بزاف. عاود ما ديروا هكا طرونش ديال الخيار، تقدروا مثلا ديروا غير طرونش ديال الخيار هكا وديروهم في المجمد، وتبقاو تجبدو هكا دو موكسو بحال هكا وتبقاو ديروهم على وجهكم، راه زوين بزاف. المهم نكمل انا على هذا الشكل هذا باش نديرو الماسك ديالنا. دابا البنات غادي ندوزو لو ماسك ديالنا. كيف ما قلت لكم اون فوا كيتحل البنات،
يعني ضروري مباشره كيلبس باش ديك الماده اللي فيه، ديك الماده اللزجه اللي فيه يعني يتنفع بها الوجع، يتنفع بها الوجع، سمحوا لي يتنفع بها الوجع، ماشي مثلا تحلوها عاد تجمعوا ولا عاد تهضروا ولا شي حاجه، لا ضروري من يعني كي تحلوها ديروها على وجهكم صافي من موراها سكات، ما تعاودوش تهضروا نهائيا ولا تحركوا ولا حتى شي حاجه لمده تقريبا ما بين 20 حتى 30 دقيقه. المهم خليكم معايا انا غادي نحلق قدامكم، راه تيكون هانتوما الشكل تيبدا يكثر يكثر يعني عامر مزيان، عرفتي هاد الماده هادي راه واعره 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 واعره، واش من بوتوكس واش من هذا، يعني من الاحسن الواحد. المهم انا ملي غادي نديرو ما نعاودش نهضر نهائيا. عندكم يكونوا يتفرجوا معكم ولادكم ولا تخلعهم. بسم الله المهم البنات من بعد ما داز 30 دقيقه نص ساعه انا غادي نحيد الماسك دابا قدامكم، ها هو راه نشوف شي شويه اصلا فيه واحد الريحه اللي هي زوينه بزاف، ماشي شي ريحه خايبه ولا شي حاجه. الله المهم هذا الماسك هذا تقدروا تستعملوه مره اخرى، تقدروا تستعملوه مره اخرى بحال دابا هذا، انا نقدر نستعملوه مره اخرى، هذا هو لافونتاج ديالو. بغيتي تستعمليه مره واحده استعمليه مره واحده، بغيتي تستعمليه جوج مرات استعمليه جوج المرات. علاش غادي نستعملو مره اخرى؟ حيت هنايا هانتوما غادي نحاول نخويه واقع عندي داك اللعاب ها هو شو يعني ما كيلاش، يعني ما كيلاش غادي نضيعو، غادي نخشيه غنخشيه، الا ما كانش باقي عندكم داك اللعاب صافي بلا ما تستعملوها مره اخرى عاوتاني، غادي نخشيه وغادي نسدو وغادي نديرو في الثلاجه وغادي نديرو ان شاء الله من بعد يومين عاوتاني نديرو، غادي نديرو في الثلاجه. شنو غادي ندير طريقه ديالي من بعد ما حيدت الماسك ديالي؟ ناخذ واحد المكعب ديال الخيار عاوتاني، صراحه راه هذا الماسك هذا راه زوين بزاف، هذا عرفتي بعدا البنات واحد الترطيب خطير 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 جدا، عرفتي كنحس بهذا بلابو ديالي بالوجه ديالي عرفتي ملس. غادي ندير عاوتاني هذا مكعب ديال الخيار صافي وصافي، وغادي ندير عاوتاني السيرفيات نفس الطريقه الاولى، ما تغسلوش وجهكم البنات صافي، هادشي اللي كاين راه زوين، عرفتي كتحسوا بوجه ديالكم عرفتي حياه من جديد والله، ولكن تبعوه المداومه البنات، واخا يعطيكم النتيجه راه اي وصفه كتعطيكم النتيجه ما تحبسوش، خاصكم تكملوا كيما قلت لكم راه حنا غاديين في الكبر ماشي غاديين وكان صغار، اي حاجه اي ماسك اي وصفه عطاتكم النتيجه كملوا عليها البنات، ما تبقوش تخلطوا من هذه لهذه ما وكتقولوا هذه ما عطاتنيش النتيجه هذه الوصفه ما عطاتنيش النتيجه، لا كملوا داوموا داوموا عليها البنات وديك الساعه حكموا، راه ما يمكنش ان الوصفه الطبيعيه ما كيعطيوش نتائج نهائيا، حتى لا حتى لي برودوي هكا ديال لا فارماسي وداكشي حتى هما راهم
مزيانين، غير داكشي كيبغي شويه ديال الوقت، كيبغي الوقت والصبر والخاطر. راه حتى حاجه ما كتجي بسهوله، حتى حاجه حتى حاجه. وكيف ما قلت لكم اي وصفه جات مع وجهكم كملوا عليها، ما تحبسوش، قولوا صافي وصلت النتيجه اللي بغيت، لا صافي ما نعاود ندير حتى شي حاجه، لا كملي زيدي مازال. المهم انا غادي نكمل ونرجع لكم. صافي الناس، انا حيت داك حيت ما غسلتش وجهي غير بسيرفيات كيف المرحله الاولى. عطيتي وجهي رطاب يا البنات، وحق الله. وما تخافوش من الحموريه، يعني هاد الحمرار هذا ما تخافوش منه، هذاك راه غير سيركيلاسيون ديال الدم كما قلت لكم. دابا ملي درت هاد الخيار المره الثانيه كنقولها عاوتاني، الا ما عندكمش خيار ديروا التلج كيسد المسامات، باش داك لو جيل اللي متصل الوجه ديالي صافي سديتو انايا بداك الموصو ديال التلج صافي، باش وجهي ينفع بداك الماسك هذاك. المهم الغزاله ديالي هنا غادي نكون ساليت هاد لا فيديو هادي. كنتمنى ان تعطيو الوقت، تعطيو لراسكم واحد الوقت، يعني واحد نص ساعه تلمكانه كتحسي بواحد الحيويه والنشاط. وما تهمليش راسك، راه صراحه المراه راه ما مديوراش الطياب والكوزينه والولاد، يعني خاصها تعطي راسها واحد 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 الوقيت، واخا غير صغيور، وغادي تحس براسها مزيانه، وحتى في المغال ديالها وفي حياتها تحس براسها انها راه موجوده، راه كاينه. يعني حتى هي عندها، حتى هي زعما كديها في راسها، وحتى هي زعما موجوده في الدنيا هذه، ماشي غير الكوزينه والولاد والطبخ وهذا وهذا. المهم البنات، انا صافي راني صايبه بالدوش عشيه. المهم البنات، كنتمنى ان هذا الفيديو هذه تنال الاعجاب ديالكم. اللي اول مره شافت الفيديو ديالي وبطبيعه الحال عجبتها القناه والمحتوى ديال القناه، فكنقولها مرحبا بك والف مرحبا. ما تنسونيش باللايكات البنات، اللايكات راكم كتنساو اللايكات. المهم اللي اول مره غادي تشوف القناه ديالي كيف ما قلت لكم، ما تنساش انها تضغط على سبسكرايب او المربع الاحمر وزر الجرس هكا باش يوصلك ديما الجديد ديالي. هذه بطبيعه الحال اذا عجبتك وعجبك المحتوى ديالي، ما عجبتكش ما ديري والو. يلا البنات، خليتكم فرحه الله، وحتى نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.